ابدى مواطنون ارتياحهم جراء المشاريع التحسينيه التي دشنتها وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن الحزمه التحسينيه لتخفيف الازدحامات المروريه على 11 موقعا في التقاطعات الحيويه حيث ساهمت هذه المشاريع في تقليل الازدحامات بشكل واضح وزياده سلاسه الحركه المروريه هذه المشاريع التحسينيه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى ان بالاول رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجله لتخفيف الازدحامات المروريه وزياده انسيابيه الحركه المروريه على شبكه الطرق الرئيسه في المملكه هنا باكوره المشاريع التحسينيه مشروع المسار الاضافي للدوران العكسي على تقاطع المرفا المالي إذ شمل هذا الإجراء التحسيني توفير مسار إضافي لحركة الدوران العكسي مع توفير جزيرة فاصلة على شارع الملك فيصل تقاطع المرفأ المالي، ومن شأن هذا المشروع تقليل زمن الرحلة، حيث يستغرق زمن الرحلة للدوران العكسي حوالي 74 ثانية للمركبة الواحدة، بعد أن كان يستغرق نحو 93 ثانية للمركبة الواحدة. ويعتبر شارع الملك فيصل احد اهم الشوارع الحيويه المفصليه المؤثره على حركه المرور وسط العاصمه المنامه لما له من تاثيرات اقتصاديه وسياحيه وتجاريه في المنامه وقد تحقق الانسياب المروري المنشود بعد تنفيذ المسار الاضافي للدوران العكسي على شارع الملك فيصل للقادمين من شارع الشيخ خليفه بن سلمان والمتجهين الى المنامه نحو المنطقه الدبلوماسيه والمرفأ المالي وسط العاصمه بالاضافه الى المحرق. بالنسبه للطريق انا شايفاه دلوقتي اكيد اقل زحمه من الاول فاحنا اكيد نشكر القائمين على كده بس يعني انا كنت بروح واجي الطريق ده بس فرق الحارات دلوقتي اكيد احسن من الاول لانه اكيد خفت الزحمه خصوصا اليوترن شكرا لسموه ولي العهد شارع الحين وش زين يعني عاجبني احسن من قبل قبل وايد يعني زحمه وما يقدر نطوف الوضع وايد كان صعب على ان احنا كم نسوق بالعكس كان وايد يعني الحين وايد سهل على الناس احنا كسواق شكرا ولي على الشوارع اللي سويتها لنا وان شاء الله البحرين في تطور اكثر واكثر والله بصراحه فرق يعني كان وايد ازدحام والحين صراحه ما قصروا ولي الاهل ما قصروا بالاوامر وثاني الافتتاحات التي قامت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحسين الازدحامات المرورية هو ما نفذته في تقاطع الجسرة إذ تم تمديد مسار الانعطاف يمينا لتحقيق تدفق الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان دون توقف عند الإشارة الضوئية فضلا عن تعديل الجزيرة الوسطى للطريق تسهيلا للحركة المرورية القادمة من جسر الملك فهد حتى أعلى الجسر ومنه إلى الشمال باتجاه البديع حيث سهل هذا الاجراء التحسيني من عمليه الانعطاف يمينا للحركه المروريه القادمه من شارع ولي العهد باتجاه شارع الشيخ سلمان نحو المنامه كما ساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع لتبلغ 120 ألف مركبة يوميا بمعدل 5000 مركبة في ساعات الذروة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير و ألاف مركبة في ساعات الذروة بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع بينما قل زمن الانتظار حاليا بنسبة 30% مقارنة بالوضع عما كان عليه قبل تنفيذ المشروع يذكر بأن عدد المركبات المستخدمة لهذا التقاطع قبل التطوير يبلغ تسعين ألف مركبة يوميا طبعا أكيد في فرق وايد كنا وايد نتعطل يمكن أكثر من 7 ثمان دقائق حتى لدرجة اضطريتنا أروح صوب الرجنسي أسرع لي من أني أنا أوقف في هالكيوب الحين لا ما شاء الله ممتاز يعني حل ريح الكل يعني وصارت الحركة أكثر مرونة عن قبل وإذا الله خير ما قصر في ديتا أبو عيسى. الله يحفظ الشيخ سلمان ولي العهد قبل كانت الزحمه توصل يمكن الهاي تقريبا لعند كوبري سيتي أه الحين بصراحة ترى ما في زحمه يعني هاي الشارع بالذات ادشه ترى عادي انا لان اشتغل هنا في المنامه وأخذ السوق فاخذ يمكن انا في هاي الزحمه يمكن اتم فوق النص ساعه بس الحين يمكن ما ما تعطل تعطلني بس الاشاره وانا ماشيه واشكر سمو سمو ولي العهد على التوسعه لانه بصراحه وايد وايد ساعدتنا وريحتنا أما مشروع تطوير مدخل سار الجنوبي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان، فقد شهد انفراجة مرورية بعد أن كانت الازدحامات المرورية تتكدس عند الانعطاف يمينا من شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه شارع 27 سار، حيث يشهد هذا الشارع يوميا دخول 16 ألف مركبة، بينما يبلغ عدد المركبات الخارجة منه ستة آلاف مركبة يوميا. وهو أعداد المركبات المستخدمة لتقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع 27 في سارة حوالي 2000 مركبة في الساعة خلال وقت الذروة في كلا الاتجاهين ويهدف المشروع لخلق انسيابية للانعطاف يمينا من شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه سار، وكذلك الحركة المرورية الخارجة من سار إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان عبر نفس التقاطع، مع إضافة مسار على شارع 27 مخصص للمتجهين يسارا عند تقاطع هذا الشارع مع شارع 79 وطريق 7151، لتحقيق انسياب مستمر للحركة المرورية على شارع 27 في الاتجاهين وتسهيل الوصول الى المناطق السكنيه والمجمعات التجاريه الموجوده والتي هي قيد الانشاء وقد ساهم هذا المشروع بعد افتتاحه الى تسريع انسياب الحركه المروريه الداخله والتخلص من امتداد طوابير المركبات الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان حيث زادت الطاقه الاستيعابيه بنسبه 40% وبالتالي المساهمه في خفض الازدحام المروري وتقليل زمن الانتظار. نشكر سمو ولي العهد على التوسعة ولاحظت وايد فرق كبير في شارع 27، هاي مر عليه دائما احنا والحمد لله التوسعة حلت وايد امور. صراحة وايد خفت الزحمة على شارع 27 عقب ما صار التطوير نشكر سمو ولي العهد. أنا من مرتادين هذا الشارع على طول وشفت يعني سابقا قبل ما يصير تعديلات في هالشارع الحركة المرورية كان في زحمة كثير أما الآن لا الحركة المرورية فيها انسياب. والزحمة قلت وفي الختام نشكر جلالة الملك ونشكر الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء ونشكر ولي عهد الأمين زين على توجيهاتهم بتعديل هذا الشارع وإن شاء الله البحرين إلى الأمام دائما المرفأ المالي الجسرة وسار هي مشاريع عاجلة ضمن خطة مكونة من أحد عشر مشروعاً تاتي هذه المشاريع كجزء من خطه اشمل واضخم لمشاريع شبكه الطرق الاستراتيجيه الكبرى التي اطلقتها الوزاره نهايه شهر يناير الماضي بقيمه مليار ومئتي الف دولار امريكي مموله من برنامج التنميه الخليجي ويتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني وكذلك زيادة المضطردة في أعداد المركبات التي بلغت 400 ألف مركبة خلال 15 عاما الأخيرة بمعدل زيادة يفوق 200% على عددها العام 2001 إذ قدر عددها وقتها ب211 ألف مركبة بينما يبلغ حالياً ستمائه وثلاثه وخمسين الف مركبه